صوت الخروف ده؟ قالوا كلكم يا حبايبي اوريكم المفاجأة. طب طالما كلكم انتوا جيتوا انا جبت الخروف. انا اتفقت مع الجزار هيتذبح كمان يومين، بعد يومين هيتذبح. انا دفعت الفلوس كلها بتاع الذبح، خلاص هيقعد معانا يومين. ايه ده، انت جبت الخروف زي كل سنة؟ اكيد بقى انا هطبخ اللحمة واعمل لكم اللحمة عشان كله ياكل لحمة. يعني هقعد 4 ايام اكل لحمة. خلاص ماشي، خلاص يلا. يا بابا انا وحمبوزي وبودي هنلعب بالخروف، بس مش هنخليه يهرب ولا يضيع، احنا هنخلف بالنا منه كويس يا بابا. ايوه يا بابا، انا هلعب بالخروف كويس يا بابا واركب عليه. انا جبت الخروف ده هيتذبح كمان يومين. دلوقتي لو الخروف ضاع ما تخلونيش افلس على الفاضي، فاهمين؟ انت يا حاجة لو الخروف عمل حمام على الارض نضف الارض، فاهمين؟ هسمي الخروف باسم حمبودي عشان هو اللي هيركب عليه.